أو نسقط عليهم كسفا من السماء، يعني كسفا من النار، لأن النجوم على قسمين، في نجوم وفي كواكب. النجوم هي الكواكب المشتعلة اللي ما صار لها قشرة، مثل الشمس. الشمس شو تعتبر في علم الفلك الحديث؟ تعتبر نجما، النجم هو المشتعل. الكوكب مثل القمر، القمر شو يعتبر؟ كوكب. الأرض إيش؟ فإذا شاء ينزل علينا من فوق كسفا قطعا من السماء، قطعا نارية أو قطعا صخرية، اللي بيسموها النيازة، في قطع صخرية نزلت من الفضاء بوزن مئات الأطنان، مئات. قال إذا بيتموا هيك في عنا 50,000,000,000 عصاية، في عصي من نار، وفي منقصف الأرض من تحتهم مثل ما خسفنا بقارون، نزل صهر أشكال ألوان. إن في ذلك لآية، يعني لدرسا، لعظة، لبرهانا، لدليلا على صحة ما نقول وصدق ما نقول، بأن هناك في قيامة، في الله، ودليل وجود الله، وجود الكون، أي الكاسة الحالة على صغرها ومعباية بزهورات، أي الحالة صارت والحالة أجت، والكاسة لحالة صنعت، هي الورقة لحالة صارت، هي الكتابة اللي فيها لحالة صارت، هذا المصحف لحالة انطبع، لحاله اجا، هي السكر لحالة، هي الألم لحاله. طيب هذا الكون أعظم لما السكر المضمينة هي أعظم؟ فهذا اللي عم ينكر وجود الله الصانع. مين هي الأرض؟ هي الطيارة تحمل 200-300-400 زلمة، الطاقم فيها اللي عم يديرها كم واحد؟ 20-30 واحد، وبعدين ما وحدهم، والمطارات دائما متصلين ببعضهم البعض حتى يوجهوا مسيرة إيش؟ الطائرة، وخمسين ألف مهندس لحتى صارت الطائرة، وبتحمل لها 300 زلمة. الطيارة ما الأرض، الكرة الأرضية ما طائرة؟ فإذا 300 زلمة إلى صوت مثل الرعد، من صوت الإشطمان تبعها، والمحروقات تبعها بتعبي لها 20 طن بجناحاتها لحتى تحسن تطير فيهم. بقى الأرض لو كان إلى إشطمان وإلى موتور، صوتها شو بصير فيكم؟ ما في واحد إلا بصير أطرش، تنفخت الطبلة تبعه. والمحروقات عندش بدها، هي بترول. طيب هي بلا قوات، بلا طيران، بلا طاقم ينظم سيرها، وسير ما عاد يحيد في ملايين السنين ولا مليمتر ولا ثانية عن مدارها ومسيرها ومواقيتها. هذا لحاله صاير، لحاله صاير.